هل تعرف أحد أشرح صدر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقد مر في أغلب حياته بفقر وقلة ذات اليد، مع ذلك الله يقول ألم نشرح لك صدرك، سؤال يراد به التقرير، يقول ألم نشرح لك صدرك يعني شرحناه لك، فلا يوجد أشرح من صدره مع قلة ذات اليد، مع الفقر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحياة الحقيقية أصلا التي ينميها الإنسان ويعيش من أجلها أي حياة؟ الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن الفجار وأهل الشمال، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ يتكلم عنها الآخرة. هو بعد أن رأى النار ورأى الجنة ورأى تقلب أهل الفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كأنه يشير على أن الحياة الحقيقية التي يعيشها الإنسان ليست في الدنيا، أي حياة؟ الآخرة. عندما يعرض الإنسان على الله هي الحياة. أصلا أنت كل ما تفعله في الدنيا هو موجود في ميزانك في الحياة الآخرة، ليس في هذا الميزان. يعني إذا جعلت الدنيا هي التي في قلبك وبين عينيك تكدر صفوك بكل مصيبة تقع في الدنيا، لأنه لم يلتفت بصرك إلى الآخرة. في سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتت في الدنيا وهي راغمة. فهل يعقل أنك تجعل مثل هذه الدنيا التي لا تضمن أن تبقى فيها دقائق من تفكيرك بهذا الأمر؟ إذا وجدت نفسك تضيق ويصيبك هم يسيطر على كل أمورك، فاعلم أن الدنيا مستقرة في قلبك، لا بد أن تجتثها اجتثاثا بأن تعلم أن الحياة التي تزرع من أجلها هي الحياة الآخرة. الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، اجعل شكواك إليه، اطرح ما تشتكي من هم وحزن بين يدي الله. ترى والله يا إخواني بعض المشاكل والمصائب التي تصيبنا وإن لم تنجلي وإن لم تنكشف، لكن ما أن يتوضأ الإنسان ويركع ركعتين لله وهو ساجد إلا ويشعر بانشراح الصدر، لأن الذي يملك مصيبتك ويملك كشفها الله وحده. الرضا والتسليم بما يقدره الله سبحانه وتعالى ويقضيه على عبده. وأما الأمر الثاني، اجعل الآخرة نصب عينك، وكل مصيبة تبتلى بها في الدنيا اجعلها في ميزان الآخرة، اجعلها في ميزان الآخرة، واعرف ما يقدمك وما يؤخرك عند الله. فالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.